Hello, my students. How are you? Today is Wednesday, the 9th of December 2020. اليوم يا مس راح نحل تمارين في البيوبلز بوك، بس قبل هيك راح نعمل مراجعة سريعة. أخذنا عن الكومباراتيف والسوبرلاتيف، قلنا الكومباراتيف المقارنة، الكومباراتيف المقارنة، سوبرلاتيف التفضيل. هلا المقارنة بتكون between two things or two persons. مثلا هون لو look at these pictures, which is faster, من الأسرع؟ The bike or the horse, من الأسرع؟ الدراجة أو الحصان؟ إذا هون بقارن بين شغلتين، وعند المقارنة بين شغلتين بضيف للصفة er وكلمة than. The horse is faster than the bike. الحصان أسرع من الدراجة. طيب هلا لو أخذنا هون ثلاث صور، which is the fastest، من الأسرع فيهم الثلاث صور، bike, horse, train. هلأ صارت عندي المقارنة بين أكثر من شغلة، فإذا هون بدي أستخدم السوبرلاتيف التفضيل، بدي أضيف للصفة est، بحكي the train is the fastest، القطار هو الأسرع، يعني أكثر واحد سريع فيهم هو القطار. إذا هون المقارنة يا ميس بتكون بين شغلتين بضيف لها ER. المقارنة ما تصبح بين أكثر من شيء بضيف لها EST، بنسميها سوبرلاتيف. قبل الصفة بحط ذا، وبعدين للصفة بضيف EST. طبعا ما ننسى انه كل هذا الشرح اللي هون للشورت أدجكتيف، الصفة القصيرة، يعني بضيف ER أو EST للصفة، للصفات القصيرة اللي هم مثل tall، long، fast، short، small، big. يعني الكلمة بتكون من مقطع واحد، صفة قصيرة بضيف لها ER في المقارنة أو EST بالتفضيل. وأخذنا مبارح كمان يا مس عن الكومباراتيف والسوبراتيف لللونج أدجكتيف، الصفة الطويلة اللي ما بزبط إني أضيف لها ER أو EST، مثل expensive، غالي، difficult، صعب، horrible، مرعب، enormous، ضخم. لاحظوا إنه الكلمات هاي مس طويلة من أكثر من مقطع، الكلمة expensive، يعني الكلمة ما بزبط إني أحط لها كمان أضيف لها ER. في حال الكومباراتيف المقارنة للصفة الطويلة بضيف كلمة more قبل الصفة وذان، إذا هون ما بضيف ER للصفة، بس بضع كلمة more قبل الصفة. إذا هون مثل the horse is more beautiful than this one. إذا لما أجينا نقارن which is more beautiful، من الأجمل، من الأجمل، the swan or the horse؟ قلنا the horse is more beautiful than this one. إذا كانت المقارنة بين الحصان والبجعة، والكلمة اللي بدي أستخدمها الصفة طويلة beautiful، بستخدم قبلها كلمة more beautiful than، وبحط كلمة than. هلأ لما أجيب هون مثلا ثلاث صور اللي هم swan، horse، hen، which is the most beautiful، من الأجمل فيهم، which is the most beautiful animal، مثلا كان السؤال من أجمل حيوان فيهم، بحكي the horse is the most beautiful animal، الحصان هو أجمل حيوان. إذا هون فضلت أنا الحصان عليهم وأخذ صفة التفضيل. فإذا يا ميس لما تكون المقارنة بين أكثر من إشي اللي بنسميها سوبرلاتيف، وبتكون الصفة طويلة، بحط most قبل الصفة، the most. طبعا ما أنسى إنه أداة التعريف the، اللي هي ال بتاعت الأفضلية، the horse is the most beautiful animal. Now we will do some exercises, page 42, about comparative and superlative with long adjective. بدي نعمل يا مس تمارين عن المقارنة والتفضيل باستخدام الصفة الطويلة long adjective. Exercise number one, look, this game is expensive. The pencil say this game is expensive. هذه اللعبة غالية. The sharpener say this game is more expensive. هذه اللعبة أغلى. إذا هون أنا عندي comparative، مقارنة between two things، بقارن عمالي بين شغلتين. هلأ look point and say use the words in the box. على نفس النمط يا مس اللي هون في التمرين، بدي أعمل مقارنة بين هدول الصور، بين كل صورتين بدي أستخدم. طبعا عندي هون there are some long adjectives، بعض الصفات الطويلة مثل difficult، صعب، beautiful، جميل، horrible، مرعب، enormous، ضخم. لاحظوا انه هدول الصفات يا مس long adjective، صفة طويلة، ما بضيف لهم لا ER ولا EST بالتفضيل. اذا لازم اني استخدم بالمقارنة كلمة more، نستخدم more قبل الصفة ونحط than.
بعد الصفة. هلأ number one عندي هون A and B، في عندي صورتين two flowers. Which is more beautiful؟ من الأجمل؟ بدي أستخدم كلمة beautiful، الصفة beautiful جميل. Which is more beautiful A or B؟ طبعا زي ما إحنا شايفين هون إنه B picture B is more beautiful than picture A، إنه الصورة B أجمل، أو زي ما أنتوا شايفين إنه أو A أجمل حسب ما أنتوا بدكم. Number two، هلأ عنا هون two elephants which is more enormous؟ من الأضخم؟ من الأكثر ضخامة؟ A or B؟ مثل ما إحنا شايفين بالصورة إنه A picture A أو elephant A is more enormous، أستخدم الصفة enormous ضخم، picture A is more enormous than picture B، إنه الفيل A أضخم من الفيل B. هلأ برضو نفس الإشي مس بدي تعملوا لي على picture 3 مثلا، هون بدي أستخدم كلمة difficult صعب، وهون horrible مرعب، مرعب أني صورة فيهم أكثر رعبا، which is more horrible A or B. بدي تعملوا لي number 3 و 4 لحالكم. نيجي لإكسرسايز number 2، هون look في عندي هون 3 boys ثلاث أولاد، نعتبرهم هون A B and C. boy number one، الولد الأول the first boy said he is frightened، إنه مرعب، إنه مرعب. the second boy said he is more frightened، إنه مرعب جدا. the third boy said he is the most frightened، إنه الأكثر رعبا. إذا زي ما ملاحظ يا مس هون عنا استخدمنا الصفة frightened مرعب، بعدين frightened صارت more frightened أكثر أو جدا مرعب، بالآخر هون استخدمنا كلمة most frightened الأكثر رعبا، إذن الأفضلية. إذن هون عنا adjective، هون صار عنا comparative and superlative. إذن هون الإكسرسايز number 2 بدي أستخدم superlative التفضيل على نفس النمط اللي عندي موجود هون. there are some long adjectives، برضو هون عندي صفات طويلة expensive غالي، polite مؤدب، enormous هائل أو ضخم. عندي هون ثلاث صفات يا مس بدي أستخدمهم أعمل جمل تفضيل عن الصور الموجودة هون. طبعا زي ما بنلاحظ إنه في كل رقم عندي three pictures ثلاث صور A B C. إذا لما بيكون مقارنة بين أكثر من شغلة إذا بدي أستخدم superlative التفضيل. number one في عندي هون sentence thank you شكرا. number b thank you very much شكرا جدا. c thank you very much indeed شكرا جدا وحقا، يعني بشكر بطريقة زيادة أكثر من a أو b. إذا هون بدي أستخدم كلمة polite مؤدب، مين مؤدب أكثر إشي a or b or c؟ فبنحكي هون picture C اللي آخر واحدة هون picture C is the most polite، هي الأكثر أدباً، أو يعني العبارة الثالثة هاي مس هي أكثر أدباً في الكلام. إذا هون thank you very much indeed أكثر أدباً، is the most polite. إذا picture C is the most polite، هي الأكثر أدباً. picture C أو the sentence C العبارة C is the most polite، استخدمنا كلمة polite. هلأ نيجي لبيكتشر number 2، هون عنا 3 pictures A B C، برضو هون عنا في سعر موجود على السيارة، في عندي هون أسعار price 10 and 30 and 20. طيب which is the most expensive، من الأغلى؟ زي ما ملاحظ إنه picture B أو car B is the most expensive، هي الأغلى. picture أو بنحكي car B is the most expensive، هي الأغلى. برضو هون عندي number 3، عندي 3 cakes، عندي 3 كيكات. which is the enormous، which is the most enormous، من الأضخم؟ هاي مثل الجملة بدي تعملوا لي إياها آخر إشي لحالكم. يا ريت يا مس ندرس كويس تمارين ونضل نراجع نعرف تركيبة الجملة، لازم إني أعرف كيف أركب الجملة بالكومباراتيف والسوبرلاتيف. يعطيكم ألف عافية.